يا جماعة أنا ما تأخرت، الضيف تو واصل من المطار الآن، وبعدين رجال يرحم والديكم، ترى أنا عندي السكر، لا حد يرفع ضغطي. يا إلهي. روق طالما عندك سكر روق، أنت داخل على مقابلة خليك ريلاكس. أنا ريلاكس سعد الله يخليك، أنا بسألك أسئلة الآن وجاوب عليها أجوبة محدودة، يعني لا تطول في اللقاء لأن ضغطي مرتفع أنا. عفوا. جاوب على أسئلة إجابة محدودة يعني ما تطول فيها. ما أنا بشتغل عندك أظني. لا حبيبي ما تشغل عندي، بس انا بجد ضغطي مرتفع وعندي سكر وما احب، خلاص يمكن اسوي مشكله الان. ترى مو شو اسمك بلا زهر انت؟ فايز حبيبي. والنعم. مالك زوج؟ فايز اذا عندك ضغط ما تسجل مقابلات، روح لك شوف لك مستشفى او خذ لك حب الضغط. استاذ رجاء انت ما تعلمني بشغلي، انا دائما اسجل 12 سنه في الشغله دي، انا اسجل لقاءات بهالاسلوب. انت هيك بتعملوا يعني بهالاسلوب؟ بتعملوا مقابلات مع مين مكان هيك؟ ما عندي مشكله، هذا ضيفي، انت ضيف وافق تجي في البرنامج لازم اسجل معك. لحظه عمو، في مثل بدوي بقول مقاعد ملازم. انا سويت لقاء مع محمد هنيدي. والنعم. ومين يا محمد هنيدي؟ فارس بني كعب يعني؟ انا ما ادري انا فارس بني كعب ولا بس كذا. خلاص كنسل اللقاء وكنسل التصوير. كنسل كل شيء يا رجل. لا بس انا مع احترامي استاذ، مع احترامي يعني انا اكبر غلطه اني انا صدفتك في برنامجي، مع احترامي لك، مع احترامي. وين ترى بدا الضغط يطلع من عندك يجي عندي عمو يعني؟ لا معلش إذا زعلان أو مش مقتنع في اللقاء ممكن كنسله، ترى عادي يعني، وفي ضيوف كثيرين عندي الحمد لله. مش قصة زعلان أو مش زعلان يا عمو، يا هداك الله، ناس بتشرب فنجان قهوة بتشرب كاسة شاي وبتروق وبتعرف مع مين قاعد وبده تعد شو بدك تسأل أو بتخزن هون. يعني استعلمني شو إساءت، حاطت لي ورقة بعلمك وبعلم مية مثلك. كيف؟ ما في مذيع محترف زي ما بتقول بحط ورقة وعليها أسئلة، هذه قلة ثقافة اسمها. أنا ما بجاي. إذا خلاص كنسى اللقاء. الله يعين اللي مشغلك عنده. أنت غلطت علي والله، أنت غلطت علي. لا حاشا، أنا ما بغلط. أنا مش واعي ولا مثقف. أنا ما بغلط، أنا قلت لك أنت إنسان ما عندكش أدنى ثقافة، طالما يمكن متعود على ناس كومبارسات ولا اي كلام تجيبهم من هون ولا من هون تعمل معهم لقاءات، بس انا لا يعني. اعطيك العافيه استاذ. بس الله يعطيك العافيه اخوان، وسلم على الاستاذ حامد الاستاذ عبد الله وقول له اني بعتذر. طيب استاذ ممكن اسالك سؤال بس بدون زعل؟ تفضل. ترى كل اللي قلناها الان ترى مسجل على الهواء، وانا حبينا نعمل معك موقف طريف. حبيبي خدت قلبك المحبوب عطيني.